تحدياتها. ينطلق الشوط الثاني وهو ايضا شوط خاص بالبكار المهجنات الأصايل، حمل معه كل الإثارة وكل الأسماء المتميزة التي نتابعها. نتابع المقدمة ونذهب إلى مقدمة الشوط بعد قراءة أول المراكز والمركز الأول. جماهير على المركز الأول تقود الصدارة لهجن العاصفة في هذا المسار، والحذرة أيضا لهجن العاصفة في المركز الثاني مع حمد بن راشد بن غدير في هذا التنافس. المركز الثالث، يا سلام، عودة إلى الغوصية في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، المركز الرابع وهي الواعية لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما خامسا مزون أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. وهناك شديد على المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب مع عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. والمركز السابع، هذه هي الحذر في المركز السابع في هذا التحدي والاندفاع ايضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في هذا المسار. بينما المركز الثامن، نعود لاستكمال المراكز، وهذه سرابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. والمركز التاسع، تصل شديدة ايضا في هذه الاندفاع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. وفي المركز العاشر، هذه براقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. يا سلام، اسامي متميزة، انطلاقة متميزة، مسار متميز يحمل هذه البداية ويحمل هذه اللحظات. بدينا مع الكبار وانطلاقة المسافات، حدث إذن هنا وأعلن أن الموسم اقترب، موسم اقترب، الموسم ما شاء الله بدأ هنا يسرع الخطى إلى الختاميات. الله 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 الله، مع البداية مع هذا المسار نتابع هنا إثارة، نتابع في بداية ونشاط مع هذه الأعمار، أعمار الكبار وأول أعمار الكبار سن ثنايا. يا سلام، أعود إلى المقدمة وتابع جماهير على المركز الأول. نعم يا عشاق وجماهير هذه الرياضة، هذه جماهير العاصفة تأتي في موقع الصدارة والموقع الأول، تعلن هذه الانطلاقة بإشراف الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذا المسار. تليها في المركز الثاني العنود، على المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة. وفي المركز الثالث نجد هنا الواعية في المركز الثالث مع اندفاع المركز الرابع الذي يحمل أيضا مزون. والمركز الخامس هي الحذرة، شعارات العاصفة بدأت تتقدم إلى المقدمة في هذا المسار. المركز السادس، هناك وجود أيضا للغويصية في سادس المراكز في هذه اللحظة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. وشديد على المركز السابع في هذه اللحظة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. ننتظر القادمين، ننتظر المنطلقين، ولعن المركز الثامن ايضا تاتينا شديده لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز التاسع، عوده المركز التاسع، هنا سرابه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوه. وفي المركز العاشر، هنا ظهرت بصوغان في هذا الانطلاق لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع سلطان الملعاي. يا سلام، مع كل الإثارة، كل التحدي، كل التنافس في هذه اللحظات، توجهنا إلى أين؟ إلى منتصف المسافة. اللي يتابعون أيضا في كل المسارات، يتابعون في هذا المساء 8 كيلومترات، يعني تحتاج إلى الجوجل عشان يوصلك إلى الموقع المنشود، هو موقع منتصف 8 كيلومترات، 4 4 4 4 كيلو، بيكون العبور إلى 4 مثلهن
مع خط النهاية ومسارات هذا الشوط الجميل. البداية الخماسية التي تقود المقدمة في هذه الصدارة، وأبدأ من المركز الخامس أجد هنا العنود، بينما المركز الرابع مزون، والمركز الثالث الحذنة، والمركز الثاني الواعية، وفي المركز الأول جماهير. يا سلام على هذه البداية وهذا المسار، يا سلام في هذه اللحظة. بينما المركز السادس تتواجد هنا الغويصية، في المركز السادس أيضا مع علي بن راشد بن حمد بن غدير في هذه المنافسة القوية في هذا الشوط. نكمل أيضا مسارنا مع وجود شديد في المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكدوم مع حتيج بن سالم بن عرطي الحميري. يا سلام يكمل الكل ويأتي القادمون أيضا للوصول. شديدة تصل في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكدوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. وهنا على المركز التاسع ظهرت في هذه اللحظة سرابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكدوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. ونشوة في المركز العاشر لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لاحج الهايري. الله الله الله، التنافس، الاثاره، المتابعه، الكل هنا يعمل بجد في هذا الميدان. اللجان ما شاء الله تاكيد على ان تنظيم هذا الميدان دائما يحمل الرقم واحد، وهو اساسي كل الاعمال الناجحه، هو التنظيم والتميز ايضا في التنظيم. نعود هناك الى المقدمه ونتابع هذه اللحظات. يا سلام الجماهير، وهي مع الجماهير، والجماهير وين تطالع؟ فقط للمراكز الاولى، والمركز الاول اسمها هناك يحمل انها لابد ان تكون على القمه والبدايه الاولى هي الجماهير. يا سلام يا سلام، المركز الثاني الملاحقة هي الحذرة، بدأت الآن تقترب في المركز الثاني بحذر وتنافس واندفاع ومسار ما شاء الله مع هذه اللحظات. الحذرة أيضا بشعار هجن العاصمة. والمركز الثالث وجود الانطلاقة القادمة من الوعي في المركز الثالث، وتعود رابعا مزون أيضا بهجن لهجن العاصفة في هذا التحدي والمسار المميز. يا سلام، بينما المركز السادس أو المركز الخامس غيرت وتقدمت للمركز الخامس هي الغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكدوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والشديدة في المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكدوم مع عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. يا سلام، ما قلنا ثمانية إلا هنا أيضا النفس الطويل، بدأت هذه الهجن هنا تفتح الأنفاس لمسافاتها وكيف لا، وهي سفن الصحراء التي تعبر آلاف الكيلومترات وليس ثمانية كيلومترات. يا سلام مع البداية الأولى، مع التحدي الأول، مع المسار، مع اقترابنا إلى الخط المستقيم مباشرة إلى الميدان النهائي ومنصة هذا الميدان. يا سلام، البداية وجماهير على المركز الأول، اكملها يا الواثق، خلي الجماهير هناك تصفق للجماهير، تأتي هدية للجماهير وهي تتابع أيضا هنا عبر الشاشات، عبر دبي ريسنج، وعبر التواجد أيضا في هذا الميدان. جماهير افتتحت 2 كيلو في هذه اللحظة، وتليها الحذرة في المركز الثاني. تنافس هنا ما بين الجماهير والحذرة على القمة، كيلومترين وهنتين هم الجماهير، وهنا أيضا الحذر في هذا المسار. المركز الثالث الواعي، في المركز الثالث لهجن العاصفة، والمركز الرابع أيضا مزون لهجن العاصفة. كلها إثارة، كلها تحديات، كلها منافسات تحمل هذه البداية التي تعلن هذا التحدي. رباعية عاصفية تقود المراكز الأولى الأربعة. يا سلام يا سلام، وننتظر أيضا التنافس بين هذا الشعار، لكن نذكر الجماهير الحذر من الحذرة. يا سلام يا سلام، بالفعل هنا تأكيد أيضا على قوتها وإثارتها ومنافساتها التي تبدأ في هذه اللحظة. راقب الهنتين، شوف الهنتين أيضا كيف الكادر العلوي يحمل هنتين مع هذا المستوى، مع هذا المسار. الجماهير تراقب المقدمة والصدارة، بينما المركز الثاني يا سلام هي الحذرة مع لحظات النهاية والإعلان. 1200
نذكر فقط الحذر، يا سلام، قلنا للف ومئتين وقلنا الحذر من الحذر، وحذاري هي اللي تقدمت، هي اللي انطلقت، هي اللي صارت، هي اللي بدت أيضا مع لحظات البداية هنا تتقدم مع هذه الخطوات، تسرع خطى المقدمة والصدارة بدأت تنطلق. اسم على مسمى الحذر، الحذر على مقدمة هذا الشوط ومساره الذي يؤكد أيضا هذه البداية على انطلاقات هذا الميدان. الله الله الله، الحذر في المركز الأول، الحذر هناك، هي الحذر بالفعل، ذكرنا وحذرنا، ولكن هي العنوان الأساسي للعاصفة وهجنها في هذا الشوط من خلال هذا المسار المتميز. تهانينا والناموس إذن نعلنها من خلال هذه الانطلاقة لهجن العاصفة في هذه التحديات وممالكها، سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا أيضا مع هذه الانطلاقة، مع هذه التحديات أيضا للواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أرقصي الحذر، أرقصي الحذر على خط النهاية هنا وغردي في المسار. يا سلام يا سلام، بدينا ننطلق، بدينا نقترب، لا تحرك الواثق، خلي الأمور طبيعية، خلي الأمور طبيعية. التدريب الأول، التدريب الأول في الثمانية كيلومترات، إذن مسار الثمانية كيلومترات ما شاء الله وتبارك الله. إذن الحذر لهجن العاصفة في هذه اللحظة في المركز الأول من خلال هذا المسار ومن خلال هذه البداية الأولى. تهانينا والناموس مع لحظات الوصول إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني وجود مزوم في المركز الثاني والمركز الثالث الواعي لهجن العاصفة، بينما المركز الرابع أيضا جماهير لهجن العاصفة، والمركز الخامس وصلت نشوة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. إذن هذه الانطلاقة وتأكيد هذه التحديات، هذا المسار على أرضية هذا الميدان. نعود إلى التوقيت، نعود إلى لحظات الاندفاع، لحظات التحدي والإثارة في هذا المسار. 12 دقيقة 51 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير، وهي الحذر في المركز الأول، بينما المركز الثاني مزون التي وصلت في المركز الثاني أيضا، تهانينا والناموس 12 دقيقة 56 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الأداء لهجن العاصفة. والمركز الثالث كان تواجد انطلاقة الواعي أيضا، تهانينا والناموس لهجن العاصفة 12 دقيقة 56 ثانية، وتسعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج، ضمن فعالياتي وسباقي هذا المساء وأمسية هذا المساء المخصصة للثنايا لأصحاب السمو الشيوخ، ومسافتنا 8 كيلومتر المسافة الرسمية لهذا